ونبقى في الشأن المصري، حيث بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، والتي يأتي اسم المشير عبد الفتاح السيسي في مقدمة المرشحين لها، فيما أعلن عدد من المرشحين السابقين للرئاسة نيتهم الدخول في المنافسة على هذا المنصب. عود على بدء حيث لا شيء كان، وبداية جديدة ينتظرها المصريون، يريدون من ورائها إنجازا لم يروه منذ سنين. فالناس في مصر قد هرم شبابهم في محاربة واقع لطالما أنقض ظهورهم، فهم في حيرة بين مشكلات كثيرة أبوابها متنوعة، ما بين الصحة والتعليم وتنظيم الشوارع والنظافة والتربية وأمور كثيرة أخرى. لا يزال الناس ينظرون في مستقبلهم وماضيهم باحثين عن بطل يستطيع حلها. أنا عن شباب مصر كلهم بنطالب برئيس يحافظ على الأمن وعلى النظام ويرجع البلد، يعني شوف زي قبل كده، يبقى في أمن، يبقى في نظام، يبقى في مرور، في مرور صح، ما يبقاش في طريق واقف. يريد الشعب رئيس جمهورية يعرض نفسه على الناس بإقرار ذمته المالية، بتاريخه النضالي، ببرنامجه اللي هيعمله للشعب المصري عشان يطمئن، ان كان ده راجل يصلح او لا يصلح من ضمن المرشحين. ده نمره واحد. لكن نمره اتنين، هناك احتياج الضروره، احتياج الضروره في الوقت اللي احنا فيه ده. الشعب عايز الامان وعايز السكن وعايز العلاج وعايز التعليم وعايز فرص العمل. الاربع مشاكل الرئيسيه دول لو كان الرئيس دوت هيحققهم لي، هو ده اللي انا عايزه منه. قرارات ترشح الراغبين في شغل هذا المنصب لم تحسم بعد، فهناك مرشحون آخرون سيعلنون عما قريب، والفريق سامي عنان على رأس المترشحين، إذ أعربت حملته عن أنها ستعلن عن ترشحه لرئاسة الجمهورية الخميس القادم، وسبقه بالإعلان عن ترشحه الأستاذ حمدين صباحي الذي كان قد تراجع قبل عن التقدم ثم تقدم، إضافة إلى تكهنات أخرى تشير إلى أن الدكتور محمد سليم العوة سيكون مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية القادمة. عملية انتخاب رئيس الجمهورية عملية مش المسألة مرتبطة بالأشخاص قد ما مرتبطة بمسألة آليات وطرق وإجراءات اللي بتتم بيها العملية الانتخابية نفسها، وبالتالي وجود مرشح أو آخر أو اثنين أو ثلاثة أيا كانت خلفياتهم السياسية بيبقى ده إسراء للعملية الانتخابية. ما تفرقش معايا مين اللي نازل قد ما تهمني ان تكون ان الضمانات اجراء العمليه الانتخابيه تكون سليمه. السلطه دي سلطه غير شرعيه. دي سلطه انقلبت على الشعب. دي ثوره 25 يناير انتهت خلاص. دي مش ثوره 30 يوليو. دي ثوره مضاده 25 يناير. يا ثوره يناير انتهت. دي مش ثوره 25 يناير. دي سلطه غير شرعيه. الرئيس مرسي مش الرئيس معدول، الرئيس المنتخب. المحللون السياسيون لا يزالون مختلفين. هل سيكون في المشير عبد الفتاح السيسي القدره على قياده مصر كامله؟ كما وجدوا فيه قبل قدرة على محاربة ما رأوه إرهابا وقهره، أم إنه سيكون أفضل في منصبه وزيرا للدفاع؟ وجاء ذلك جراء مطالبات شعبية بترشيح السيسي، تبعها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعطائه حرية القرار في هذا الأمر تلبية لمطالب الشعب ونزولا على رغباته. 90 يوما بدأ عدها التنازلي، يبتغي المصريون من ورائها معرفة أبيهم الأكبر الذي يستعيد لأم الدنيا مجدها المفقود. من القاهرة لقناة الكوت، معتز صقر.